السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير، وحياكم الله في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية. نستهلها بالعناوين: عبور 9 شاحنات إغاثية سعودية جديدة منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة. ضبط أكثر من 18,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. وبهدف تقليص المدة الزمنية لتعويضات المستثمرين، السوق المالية تعتمد تنظيمات الدعوة الجماعية في المنازعات المالية. تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. عبرت اليوم 9 شاحنات إغاثية سعودية جديدة منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا وتجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 616 مليون ريال، فيما يقدر عدد المتبرعين بأكثر من 1,500,000 متبرع. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة. وميدانيا قتل عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة. وأكدت الصحة الفلسطينية أن الدفاع المدني تمكن من انتشال 20 قتيلا فجر اليوم إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 23,700 قتيل وأكثر من 60,000 جريح، إضافة إلى آلاف المفقودين. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 18,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 906 أشخاص، بالإضافة إلى تورط 6 أشخاص في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. شاركت المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل ومؤسسة البريد السعودي في اجتماعات اللجنة الدائمة للبريد في دورتها 44 والمنعقدة بالقاهرة، حيث ترأست المملكة فريق عمل التحضير للمؤتمرات والتعاون الدولي وفريق الخدمات والمنتجات وفرق العمل البريدية المتخصصة التابعة للجنة العربية الدائمة للبريد، والتي عملت على مجموعة من المحاور منها التنظيم والخدمة الشمولية وأجور الخدمات البريدية. شهدت النسخة الثالثة لمؤتمر التعدين الدولي الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر، والإعلان عن مواقع استكشافية جديدة وحوافز أخرى لتعزيز الاستكشاف التعديني. يذكر أن المؤتمر شهد إطلاق منافسة تراخيص الكشف لحزام جبل صائد المتمعدن، والذي يحتوي على ثروة كبيرة من خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة وبمساحة تزيد عن 4,000 كيلومتر مربع، إلى جانب طرح 33 رخصة لكشف جديدة من خلال المنافسة ضمن جولات التراخيص القادمة لعام 2024. عقدت اللجنة الثلاثية السعودية التركية الباكستانية اجتماعها الثاني في العاصمة الباكستانية إسلام أباد لبحث التعاون الدفاعي وسبل تعزيزه، وبحث الاجتماع خارطة التعاون المشترك في مجال القدرات الدفاعية ونقل وتوطين التقنية وتطوير البحث العلمي. تنطلق النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض خلال 22 من يناير الجاري ولمدة يومين تحت شعار قوة المرونة بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
يبدأ غدا الاثنين حصر دفع الإيجار للعقود السكنية وتنفيذ التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في إيجار، ويشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يعتد بعد يوم الاثنين 15 يناير بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار مدى وسداد باستخدام رقم المفوتر 153. يذكر أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية. بلغ عدد طلبات تنفيذ إخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد الإيجار السكني الموحد نحو 33,600 طلب خلال عام 2023 بارتفاع قدره 3% عن عام 2022، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية. واستحوذت منطقة الرياض على 37% من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بأكثر من 12,000 طلب، تلتها منطقة مكة المكرمة بأكثر من 10,000 طلب، في حين كانت منطقة الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود ب90 طلب. اعتمدت هيئة السوق المالية تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية الصادرة عن مجلس الهيئة في نوفمبر من عام 2017. يذكر أو حيث يهدف تنظيم الدعوى الجماعية إلى تطوير آليات التقاضي وإجراءاته وتركيز جهود المستثمرين المتضررين للحصول على التعويضات المناسبة وتقليص المدد الزمنية للبت في قضايا تعويض المستثمرين. يستمر مؤتمر الرياض السنوي الثاني لصمامات القلب المقام في الرياض أعماله بمشاركة نخبة عالية وعالمية من أطباء قسطرة القلب، وبالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية وقسطرة القلب الأوروبية، وبحضور أكثر من 1400 ممارس صحي و80 متحدثا لمناقشة التكنولوجيا الحديثة في قسطرة الصمامات. ولأول مرة على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط يشهد المؤتمر نقل 9 عمليات قسطرة قلبية لتركيب الصمامات على الهواء مباشرة. استعرضت الهيئة العامة للأوقاف جهودها المبذولة في دعم وخدمة ضيوف الرحمن خلال معرض خدمات الحج والعمرة بهدف إثراء تجربتهم بتعريفهم بالأوقاف التاريخية وإلزامهم بشروط الواقفين تحقيقا للأثر المستدام. نتابع. المحافظة على الأوقاف وتنميتها وتطويرها لتعزيز دورها الاجتماعي وأهميتها التاريخية، ومن تلك الأوقاف عين زبيدة التي أمرت زبيدة بنت جعفر المنصور زوجة الخليفة هارون الرشيد بحفر قنوات مائية تتصل بمساقط المطر. واليوم تعد العين نموذجا عريقا تقدمه الهيئة العامة للأوقاف لزوار معرض الحج والعمرة لاستعراض خدمات الوقف ومميزاته وتقييس مدى الرعاية المقدمة له. ما في شك الهيئة من دورها الإشرافي والتنظيمي للقطاع الوقفي حريصة كل الحرص على الاهتمام والعناية بتطوير الأوقاف وتنميتها، ومنها أيضا عين زبيدة والتي تعد أحد الأوقاف المهمة والتاريخية اللي اعتنت الهيئة العامة للأوقاف في تطويرها وتنميتها، وكذلك العمل على صرف خلال أوقافها من أجل خدمة ضيوف الرحمن. استعرضت الهيئة العامة للأوقاف الجهود المبذولة في تطوير القطاع الوقفي وتنميته، مثل عرض الوثائق والمحفوظات التاريخية والنماذج الوقفية وأثرها العائد على ضيوف الرحمن. اليوم الهيئة العامة للأوقاف تعمل مع شركائها في سبيل تنفيذ شروط الواقفين الخاصة بهذه العين، وكذلك أيضا العمل على إبراز هذا النموذج المشرق اللي يعد من أحد النماذج المهمة في التاريخ الإسلامي. هذه العين ممتدة لسنوات طويلة وقفتها من أكثر من 1200 سنة. تجارب ثرية تقدمها الهيئة العامة للأوقاف من خلال مشاريعها الضيافية ليحظى زوار معرض الحج والعمرة بمعلومات قيمة عن الوقف. شهد باهبري، جدة. كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن زيادة مساحات الغطاء النباتي في منطقة المدينة المنورة بنسبة بلغت 360% خلال الأشهر الخمسة الماضية،
وذلك بسبب هطول الأمطار. وأوضح المركز أن مساحة الغطاء النباتي في المنطقة تجاوزت 2800 كيلومتر مربع خلال شهر أغسطس الماضي، بما يمثل 19% من مساحة المنطقة، لتزيد المساحة تدريجيا مع زيادة هطول الأمطار لنحو 13000 كيلومتر مع نهاية ديسمبر الماضي، وتغطي 18% من إجمالي مساحة المنطقة. تمتلك محافظة الأحساء تنوعا بيئيا مختلفا نظرا لتغطية صحراء الربع الخالي جزءا كبيرا من المحافظة، ولكونها تضم كذلك أكبر واحة نخيل وأكبر حقل نفط تقليدي في العالم. نتابع. الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم، أولى وجهات شركة دان التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي على موعد مع مشاريع سياحية على مساحة تتجاوز 1,800,000 متر مربع. 3 منتجعات ستشهدها الأحساء، منها الزراعي والبيئي وآخر للمغامرات، يحاكي كل منها نمطاً مميزاً من أنماط السياحة المختصة بهدف تقديم تجارب سياحية استثنائية وخدمات تناسب الزوار. لما تتميز به من تنوع طبيعي في البيئات، الصحراء والواحة والبحر، وأيضا فيها تراكم تاريخي وحضاري وإنساني عميق جدا، وأيضا فيها تميز سواء كان في ثقافة الطعام، ثقافة اللباس، في اللهجات، في البيئات المختلفة، تجمع الفلاحين وتجمع الصناع وتجمع البادية وتجمع الحضر وتجمع أطياف كثيرة جدا، لأنها منطقة استقرار منذ القدم. أكثر من 1.5 مليون نسمة يسكن الأحساء، وحتما سيكون الإنسان الأحسائي أساس ونجاح الانطلاقة. الفلاح الأحسائي هو واحد من أميز الفلاحين في العالم، لديه تجارب تراكمية على مدى أكثر من 8000 سنة. ستثرى تجربة السائح إذا ما قدم إلى هذه المزارع والتقى بهذا الفلاح. أيضا هنالك أسر تعيش في وسط هذه المزارع، وبإمكان السائح أن يزور هذه المزارع وأن يأكل من طبخ هذه الأسر وأن يرى أيضا الحرف والمنتجات الحرفية التي لديهم. شركة دان السياحية ستسهم بدعم الناتج المحلي الغير نفطي بنحو 6 مليارات ريال حتى 2030. لطيفة العويض، الأحساء. مجسمات تحاكي تفاصيل حياة أهل البادية، بدأ بتصميمها عبد الرحمن العمري منذ عامين، والذي اتجه لعمل هذه الأشكال بعد تقاعده من العمل. ما يميز حياة البادية هي بساطتها وابتعادها عن ازدحام المدن وضجيجها، ورغم صعوبة العيش فيها إلا أن البعض تستهويه تلك الحياة، ولكن على طريقته الخاصة. أول واحدة سويتها كنت سويتها الواحد قال لعبد العزيز أبو زبون، وجيه من أهل البحرين. اليوم رحت أسلمه الحاجة اللي طلبني إياها من أحد الخيام، كان السفير مملكة سفير سلطنة عمان موجود هناك، وأعجب في الفكرة وقال لي من وين تسوونه؟ قلت أنا أسويها. قال لو سمحت أبغى تسوي لي واحدة، تبشر نساعدك. وسويت له واحدة وجبتها لها، وصارت الانطلاقة الحمد لله. عبد الرحمن العمري جسد حياة البادية بمجسمات تحاكي تفاصيلها. بدأ بتصميم هذه المجسمات منذ عامين ليضعها في متحفه الخاص، وأخرى شارك بها في بعض المهرجانات، آخرها مهرجان ربيع النعيرية. المجسمات تكون من بيت الشعر، أنا تخيلت بيوت الشعر ورحت شفت بيوت الشعر وعيشة البدو وأهل البدو وأهل البادية، كيف طريقتهم وكيف تقسيم البيوت حقتهم. بيوت الشعر في شق للنساء وشق للرجال، وفي العواميد اللي راكبة، يعني تقريبا زي كذا. مجسمات العمري لم تبقى على رفوف متحفه فقط، بل شاركت أيضا في معارض مختلفة. أحمد غالي، النعيرية. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
عبور 9 شاحنات إغاثية سعودية جديدة منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة. ضبط أكثر من 18,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. وبهدف تقليص المدة الزمنية لتعويضات المستثمرين، السوق المالية تعتمد تنظيمات الدعوة الجماعية في المنازعات المالية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.